اجيو معايا نضربوا واحد الدوره ريدو ريدو الاخوان ريدو هكا ما فاك تشوفوني هكا مليح. نضربوا واحد الدوره في انستغرام والله الا بحال طالي فلوجه انا وياها من غير سبب. ايه هكاك بانت نان نان دافزو هذيك تطلع لي بزاف واعره واعره في هاد الصوت اللقطات البهلوانيه ب لا موطو واعره سالي يقول لك يا صاحبي هكا تقلق دغيا يقول لك حنا غير كنضحكوا معاك وانت دغيا كتقلق انا شفتك فاش كتصيفط لي تصويرتها وكنشوفها انا اخوتي ما نعلقش على هذا انا دروك والله ما عرفت نتوما قولوا لي في الكومنتار ما عرفتش ما فهمتش. المهم اخوتي الجزائريين يجاوبونا في الكومنتار انا ما نعلقش يلا ديري لاكارد لاكارد ديرها روح روح سير سير الله هاكك هاكك باش تعلم مالو هذا الدري راه يضحك على جبدو هربتهم هربتهم وخافوا يضرب بحرا وحرا رحت خسارة في الفيديو كيطلع لي اليوم هنجرب لعبة الحرب مثل الكهرباء لا لعبة خليكم معنا شوفوا كيف اللعبة يلا لعبة الحرب ايو بيج ويف الله يكون في عوانهم ان شاء الله في هذا رمضان والله يكون في عوانهم والله ينصرهم ان شاء الله في هذا رمضان لان رمضان شهر العباده وشهر النصر اللي ينصر فيه الله العباد ديالو واللي كان فيه النصر في شحال من المعركه في التاريخ لا تحتاج تعيش غنيا كل ما تحتاجه هو صديق جيد بعقليه غنيه ونيشا شي صاحبك بحال هذا فهاد الزمارك البنات اللي ما ديرش فيهم كونفيونس ايا هبه جيهان حمزه حمزه حتى هو بنت كنتش عارف بلي حمزه سميت بنت خوله فيروز قال لك هادو سته ديال البنات ما ديرش فيهم الثقه هو طاقيو لنا هادو ما تنساوش طاقيو لنا حمزه شوفوا هذا شوف شوف استلموا معايا دروك هذا وهذا شافوا في هاد البنت عاودت الفيديو هما بجوجهم كيشوفوا في هاد البنت النساء ديالهم عقولهم قالوا لا راني نشوف في صاحبي وما يعرفوش اصلا ابليس وما فكرش فيها كوني على ثقة كوني على ثقة لن تستمتعي بحياة بدون والديك شوفوا هذا الفيديو فيه موسيقى مجهدة وغادي شدنا غير كوبي رايت بلا نخدمو بلا موسيقى هذا باها دروك هي مسكينة هادو كلشي راهم يدورو هاد هي ما عرفاتش شوف الباين واش يدير لها الله الا الله يسمح لنا من الوالدين صحيح شوف شوف هما يصفقوا عليها وهي حسبت لها هي اللي جابتها صح الحاج نسقسيك عندنا مدام صح مدام عندنا عندنا سؤال ليك حاجه هيا صح صحة متقيمة راني ستي لي زيرو صحة مدام عندنا سؤال ليك سؤال يقول
صح الحاجة نسقسيك عندنا الحاجة ندماتها ملي قالت الحاجة مش مرة أخرى ما تقولش الحاجة كاع هذيك طولي بالك هذا هو السنة هذيك طولي بالك هذا هو ظهرك طولي بالك طولي بالك طولي بالك هذا هو ولادك طولي بالك هذا هو السنة هذيك طولي بالك هذا هو ظهرك طولي بالك طاقنا خويا أول واحد جا في بالك يا سمير يهديك ربي أنا مراقبة يا سمير يهديك شوفوني مهم هادشي ما كاين دورة خفيفة ظريفة في الريل تاع انستغرام إلا عجبك الفيديو خلي لايك ولا الآراء ديالك في الكومنتير وتهلاو.